هنا التقت الإرادة وهنا تجسدت الرؤية في خطوة جديدة تعزز مسار العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الجزائر وقطر في العديد من المجالات. فوق هذه الأرض الشاسعة بسيدي عبد الله ستجسد إحدى هذه الرؤى بين بلدين لطالما تشارك العزيمة الصادقة والرغبة في رسم مسار التعاون البناء والمثمر لكليهما. على مساحة قدرها 100,000 متر مربع سيتربع المستشفى الجزائري القطري الألماني، أحد أكبر وأهم المشاريع المشتركة التي ستجسد هنا في الجزائر. هذا الصرح الطبي الكبير سيتكفل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية المستعصية التي تتطلب تحويل المرضى للخارج، مثل أمراض القلب المعقدة، زراعة الكبد وجراحات الأعصاب واعوجاج العمود الفقري، إضافة إلى جراحة الأورام والعلاج الكيميائي. وسيجمع هذا الصرح الضخم الكفاءات الطبية عالية المستوى وأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية في مكان واحد، حيث سيكون مجهزاً لاستيعاب أكثر من 300 سرير بقدرة استيعاب تزيد عن 25,000 مريض سنوياً و 250,000 زائر للعيادات الخارجية سنوياً. هذا وسيضم المستشفى 30 وحدة عناية مركزة و15 غرفة عمليات و40 عيادة خارجية، بالإضافة إلى 20 منطقة مخصصة للطوارئ. التوقيع على اتفاقية الشروع في بناء المستشفى الجزائري القطري الألماني الذي يدخل في إطار تنفيذ برنامج التعاون بين الجزائر وقطر في مجال الصحة هي الخطوة التالية لبداية المهمة وتحقيق الرؤية المشتركة بين البلدين. نتوج هذه العلاقة الوطيدة بمراسم تدشين المستشفى الجزائري القطري الألماني بالشراكة مع وزارة الصحة الجزائرية، بعد إتمام كافة إجراءات التعاقد بين شركة استثمار القابضة ووزارة الصحة الجزائرية. ونسعى أن يكون هذا الصرح الطبي الجديد ركيزة أساسية تساهم في دعم تنمية القطاع الصحي. اليوم الفكرة تجسدت وأضحت واقعا سيلمس المواطن نتائجها أواخر سنة 2025 بعد الانتهاء الكلي من تجسيد هذا المشروع الضخم.